بسم الله الرحمن الرحيم. من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بنوجه التحية والتبريكات والتهاني بأعياد أكتوبر لفخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش المصري ومعالي محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار. بمناسبة احتفالات أكتوبر، ربنا يعيدها علينا كل سنة بخير ومصر بخير ومتماسكة وفي أحسن حال وفي تقدم وازدهار إن شاء الله، ونكون العام القادم أفضل بكتير. وتحياتي للشعب المصري وتمنياتي له بالسلامة والخير والرخاء إن شاء الله. ده بمناسبة احتفالات أكتوبر، وهننتهز الفرصة إن احنا نهني لتاني مرة وتالت مرة بنتنا فاطمة الشافعي رئيسة برلمان مصر، ودي شرف للدقهلية وفخر للدقهلية إن يكون طليعة من أبنائنا من أبناء مركز شباب جديدة المنزلة، إدارة شباب المنزلة الحاصلة على رئيسة برلمان مصر. ده حاجة كويسة جدا وحاجة محترمة جدا. ومحمد الحسيني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وهبة بهجت نائب رئيس الوزراء، دول طلائع الدقهلية بتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وإن شاء الله دول نماذج مشرفة لبرلمان طلائع الدقهلية لنواب المستقبل إن شاء الله، وإن هم يشاركوا في العمل العام للدولة ويبقى صورة إيجابية. وده من فوائد البرلمانات والتدريب إن احنا بنعد طلائع وشباب يكونوا المستقبل حاجة كويسة، حاجة وطنية، حاجة بتحب البلد، حاجة فاهمة المواضيع كلها، ما بينسقوش ورا إشاعات ولا كلام مغرض، لا هم متمسكين إن شاء الله بتماسك الدولة واتحاد الدولة وقوة الدولة بإذن الله. وده من الحاجات الإيجابية الجميلة اللي البرلمان طلائع والشباب بيعدوهم ليها. يعني احنا عندنا 140 شعبة طلائع فيها 3500 طليع، عدد محترم بنعدهم يبقوا قيادات في المستقبل ان شاء الله، حاجة فعالة وحاجة كويسة ايجابية في المجتمع. وعندنا برلمان الشباب في لحد دلوقتي 60 شعبة مسجلة، وفرصة النهاردة انا بدعو الشباب ان شاء الله للمشاركة الايجابية على لينك الوزارة للتسجيل للمشاركة في انتخابات برلمان الشباب على مستوى الجمهورية، وخاصة ان السنة ده هيبقى بشكل مختلف، هيبقى محاكاة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. فبنتمنى لهم الخير والتوفيق بإذن الله. وده النم والحاجات المجهود اللي بيظهر ده ان وراه فريق عمل قوي. بشكر الأستاذة منى ومحمد فتحي وإنجي وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وطبعا ده بتوجيهات الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة الأستاذة دينا فؤاد والفريق معاها. طبعا كلنا تحت توجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي المهتم جدا بالطلائع والشباب، ما بيتواناش لحظة ولا بيتأخر عن أي مبادرة أو أي فكرة تفيد الشباب والطلاب. فتمنيات لهم جميعا بالخير، وتمنيات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالتقدم. بدعو زمايلي إن محدش يلتفت ورا منه لأي إشاعات، أي كلام، أي إحباط، أي حاجات تأخر، لا بص قدامك وشوف شغلك، حاول تبدع، حاول تتقدم في شغلك، تنجح، اثبت ذاتك أولا. يعني الإنسان فينا ما يثبت ذاته في مكانه وينجح فيه فهو نجاح للمؤسسة، وبالتالي المؤسسة ترسم من تروس الدولة، فيبقى نجاح للدولة كلها إن شاء الله.